السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الظهيرة يقرأها على حضراتكم مستهلها بالعناوين. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس المقبل. في 27 من رمضان، شؤون الحرمين تواصل تقديم خدماتها للزوار والمعتمرين على مدار الساعة. موهوبات المملكة يحصدن جائزتين في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات في سلوفينيا. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 من شهر رمضان. ودعت المحكمة من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها. تواصل شؤون الحرمين تقديم خدماتها الرقمية والنوعية للمعتمرين والزوار على مدار الساعة، وذلك مع دخول اليوم 27 من شهر رمضان، حيث سخرت كافة طاقاتها البشرية والآلية إضافة إلى إطلاق مبادرة تسهيل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام، وذلك لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والإطمئنان. هذا وخصصت شؤون الحرمين حلقات تعليم القرآن الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة داخل التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام، وذلك منذ مطلع شهر رمضان المبارك بهدف التيسير عليهم. أكدت شؤون الحرمين أن الجولات الرقابية الميدانية مستمرة لكافة الأعمال والخدمات والمبادرات التي تقدمها الحلقات القرآنية خلال الشهر الفضيل، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة متقنة. أهدت شؤون الحرمين مصحفا لكل معتكف من طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك ضمن حملة الرئاسة خدمة معتمرين شرف لمنسوبينا التي تنفذ بشعار من الوصول إلى الحصول. يهدف البرنامج إلى إعانة المعتكف على تلاوة كتاب الله وتخليد ذكرى هذه الرحلة الإيمانية، بالإضافة إلى استقبالهم والترحيب بهم، حيث اشتملت الحقيبة على نسخة من المصحف الشريف وسجادة صلاة. أما الآن فنترككم مشاهدين الكرام مع هذه اللقطات المباشرة من المسجد الحرام لهذا اليوم 27 من شهر رمضان المبارك. ننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى المدينة المنورة في هذه الصور المباشرة من المسجد النبوي. تقدم قوة الطوارئ الخاصة في منطقة المدينة المنورة خدمات أمنية وإنسانية لزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى حرصهم على المحافظة على أمن واستقرار ضيوف الرحمن وتوفير الأجواء الإيمانية لهم حتى يتفرغوا لأداء شعائرهم بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان. نتابع هذا التقرير.
تشارك قوة الطوارئ الخاصة في منطقة المدينة المنورة إحدى قطاعات رئاسة أمن الدولة في تنظيم دخول المصلين والزوار وخروجهم في رحاب المسجد النبوي الشريف، وبالمشاركة مع الجهات المعنية الأخرى في الخدمات الإنسانية والإسعافية والأمنية لتسهيل كل ما يخدم زوار المسجد النبوي الشريف، كما تقوم أيضا بتنظيم الحشود وتسهيل حركة المصلين والزوار وإرشاد التائهين وتقديم العون للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة. تمركز قوة الطوارئ الخاصة أو تعمل قوة الطوارئ الخاصة في جزء من الساحات الجنوبية والساحات الشرقية وجزء من الساحات الشمالية للمحافظة على دفق الكتل البشرية للحرم النبوي الشريف عبر الممرات المخصصة لذلك وضمان وصولهم بيسر السهولة. المهام التي تقدمها قوة الطوارئ الخاصة في منطقة المدينة المنورة تأتي ضمن الرعاية الشاملة التي وفرتها أجهزة الدولة في مختلف المجالات، لنشاهد أبطال قوة الطوارئ الخاصة يشاركون في تنظيم الحشود وإدارتها، إضافة إلى قيام مجموعة من أفراد القوة الموجودين على بوابات ساحات المسجد النبوي الشريف لسلامة الزوار والمصلين. العمل بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان تكاد تكون واحدة، إلا أن في 27 و29 وصباح العيد يكون هناك زيادة في أعداد المصلين والزوار، وبالتالي يكون هناك تكليف لأعداد التواجد ودعم للقوات المشاركة في الحرم النبوي. قوة الطوارئ الخاصة في منطقة المدينة المنورة تتعامل باحترافية عالية لخدمة ضيوف المسجد النبوي الشريف والإسهام في نجاح خطة موسم شهر رمضان لهذا العام. للقناة الإخبارية محمد الشهري، المدينة المنورة. يشارك فرع وزارة الرياضة في منطقة المدينة المنورة بتقديم 53 متطوعاً ضمن مبادرتهم في رحاب المسجد النبوي الشريف لتقديم الخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية لضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك. العمل التطوعي خدمة إنسانية مع تقديم يد العون ومساعدة الآخرين، فكيف إن كان هذا العمل التطوعي مقدماً لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان وخدمة ضيوفه على أكمل وجه في المجالات كافة؟ لذلك يشارك أبطال العمل التطوعي التابع لفرع وزارة الرياضة في المدينة المنورة بتقديم مجموعة من الخدمات الإنسانية للزوار والمصلين في ساحات المسجد النبوي الشريف. الحمد لله احنا لنا اكثر من 15 سنه في خدمه زوار المسجد النبوي الشريف. شاركنا بتقريبا 50 متطوع منهم ثلاثه قاده في ثلاثه مواقع تقريبا، اللي هو المسجد النبوي، وكاله الرئاسه العامه لشؤون الحرمين، في تنظيم ودخول المصلين للمسجد النبوي، طبعا جهه الرجال والنساء. 53 متطوعا يعملون في مواقع عده، ويتم توزيعهم حسب الاحتياج الميداني بمختلف المجالات كمساندة كبار السن وذوي الإعاقة وخدمة الإرشاد المكاني بلغات عدة وتنظيم حركة السير مع المرور والمساندة في المراكز الصحية كتقديم الإسعافات الأولية. كل شاب يعني يطمح للعمل في هذا المكان الطاهر في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف، في تنظيم دخول وخروج الزوار وتنظيم الحشود يعني لهم. العمل التطوعي مشهد من مشاهد الاعتزاز والفخر وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 وخدمة لقاصد المسجد النبوي الشريف في شهر الخير. للقناة الإخبارية محمد الشهري، المدينة المنورة. تجاوزت التبرعات في الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري إحسان 662 مليون ريال، هذا وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمانحين والموسرين خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ومركز اتصال المحسنين.
يواصل مخيم الإفطار الرمضاني الذي تشرف عليه وتنظمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجبيل، يواصل برنامجه في شهر رمضان المبارك لتفطير الصائمين، وذلك للسنة 29 على التوالي، حيث يعد من أقدم مخيمات الإفطار في المنطقة الشرقية، ويقوم بتفطير قرابة 3000 صائم يومية، يصاحب ذلك العديد من البرامج الدينية لتوعية الجاليات بأمور الدين الإسلامي الحنيف. تواصل جمعية أفلاذ في الأحساء جهودها في رعاية الأطفال عبر تنمية قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية والتعليمية والرياضية، إضافة لحزمة من البرامج للأمهات والمهتمات في مجال الطفولة تهدف لنشر الوعي بخصائص مرحلة الطفولة واحتياجاتها والتعريف بأساليب التربية الحديثة. نتابع. بيئة تربوية تعليمية لرعاية حياة الطفل وفطرته ونموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية سوية للأسرة وفق المفاهيم الإسلامية، هكذا هو مركز أفلاذ لتنمية الطفل بالأحساء منذ أكثر من 5 سنوات. المركز وقائي وعلاجي وإثرائي، وفي حقيقة الأمر هذا المبنى يتكون من 2000 متر مربع، وهو تفخر الأحساء حقيقة أن يكون مثل هذا المركز يقدم كل هذه الخدمات، مثل مبادرة شمل وعدد من المبادرات الكثيرة التي يقوم بها هذا المركز. بعد خبرة تراكمية لسنوات في التعامل مع الطفل والجهود المبذولة اتجاهه والمسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المركز التابع لجمعية البر، تحول اليوم لجمعية مستقلة بذاتها. يهدف التحول إلى جمعية مستقلة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية وتوسيع نطاق خدماتها وزيادة عدد البرامج المقدمة للفئة المستهدفة. الإدارة اليوم مكون من خبرات متعددة واعتمد أكثر من 30 برنامج يتم تطبيقها هذا العام، إن شاء الله تزيد عدد البرامج على السنة الجاية إن شاء الله. بفضل الله حقق المركز 77,000 مستفيد، وكذلك أكثر من 8,000 تقديم استشارات قانونية واجتماعية، ونحن الآن نتطلع إلى عمل أكبر وبطريقة أفضل وبشكل أكثر جودة لمستقبل مع مجلس الإدارة القادم. تسعى جمعية أفلاذ بأن تكون رائدة في رعاية الطفل والحرص على بث قيم التعاون والتنمية وغرس بذرة المسؤولية في نفوسهم. محمد المحسن، الإخبارية، الأحساء. حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، ووزارة التعليم حققت ميداليتين عالميتين في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات الذي أقيم في سلوفينيا بمشاركة 213 طالبة يمثلن 55 دولة، حيث رفعت موهوبات الوطن جنى علي الدوسري وفاطمة حسن بوعلي رصيده إلى 26 ميدالية على مدى مشاركاته في المسابقة، في استمرار لإنجازات المملكة في المسابقات العلمية الدولية. تستعد 3 فرق طلابية للمشاركة في النهائيات العالمية لبطولة دوري فيرست للروبوت 2023 في مدينة هيوستن الأمريكية، وذلك ابتداء من الأربعاء المقبل وعلى مدار 4 أيام. تضم الفرق المشاركة 12 طالبا وطالبة من إدارات تعليم الرياض وجدة والشرقية. نفذت وزارة التجارة 452 جولة تفتيشية على منافذ بيع إطارات السيارات في المملكة. أسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط 127,000 قطعة من إطارات السيارات المخالفة تحمل تواريخ تصنيع مستقبلية، خزنت بمستودعات في الرياض وجدة والدمام، حيث تم حجز ومصادرة جميع الكميات لإتلافها وتحويل المخالفين للنيابة العامة. مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، نفذت بلدية محافظة رأس النورة حملة رقابية استهدفت صالونات الحلاقة الرجالية ومحال الحلويات والمخبوزات لتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية ورصد المخالفين. المزيد في أثناء التقرير التالي. نتابع.
تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تكثف بلدية محافظة رأس تنورة حملاتها الرقابية على محل الحلاقة الرجالية ومحل الحلويات والمخبوزات، التي تشهد إقبالا متزايدا من المستهلكين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. بالقرب من عيد الفطر المبارك، تكثف بلدية رأس تنورة الحملات الرقابية على محلات الحلاقة والحلويات، وذلك للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية. ووجدنا معظم محلات المحافظة ملتزمين بجميع الإجراءات الصحية. شملت الجولات الرقابية 217 منشأة تجارية بهدف التأكد من الاشتراطات الصحية والنظافة العامة والتأكد من الخدمات المقدمة، وتعمل البلدية من خلال الحملات الرقابية على رفع مستوى أداء العاملين في جميع المنشآت وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين. صالح بن حسن، الإخبارية، محافظة رأس تنورة. توقع المركز الوطني للإرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها. كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. يعد سوق جادة الأمير فهد بن سلطان نواة الحركة التجارية في مدينة تبوك، حيث اكتسب قيمته من عمق جذوره التاريخية والتي تمتد إلى أكثر من 500 عام. المزيد في التقرير التالي. سلطان نواة الحركة التجارية في مدينة تبوك والتي تمتد جذورها إلى أكثر من 500 عام مضت، حيث كانت عبارة عن سوق موسمية للحجاج عند مرورهم بتبوك للتزود بالماء. أو نشأ هذا السوق كسوق مرتب ومنظم في عام 1907 للميلاد، ثم بدأ يتوسع إلى جهة الشرق من قلعة تبوك. زفلتت أو تم زفلتة هذا السوق أو تفرعت من هذا السوق أكثر من سوق شعبي مثل سوق الطواحين وسوق الذهب وأيضا سوق التويجري. تقع الجادة في وسط تبوك بطول 600 متر تقريبا، وهي قريبة من عدد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة في تبوك. هذا السوق يحتوي على أهم المعالم الإسلامية في منطقة تبوك مثل عين السكر المرتبطة بغزوة تبوك، وأيضا المسجد الأثري الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول، وكذلك سوق الطواحين وقلعة تبوك الأثرية وسوق الطواحين الشعبي الذي يحتوي على أكبر تجمع للطحين، وكذلك سوق الذهب وسوق التويجري. تعتبر جادة الأمير فهد بن سلطان الآن معلما حضاريا من معالم مدينة تبوك ومركزا تجاريا هاما يشهد طوال اليوم حركة تجارية كبيرة سواء من أهالي منطقة تبوك أو القادمين إليها. للإخبارية، سلطان المرواني، تبوك. نشرتنا مستمرة مشاهدين الكرام، وفيها بعد الفاصل: ضمن دوري روشن قمة كروية تجمع الهلال والنصر مساء اليوم على درة الملاعب. أهلا بكم من جديد. تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية اليوم إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، حيث المواجهة المنتظرة بين فريقي الهلال والنصر في مباراة مقدمة من المرحلة 25 من دوري روشن للمحترفين. ويتطلع النصر صاحب المركز الثاني إلى مواصلة الضغط على الاتحاد متصدر الترتيب، بينما يدخل الهلال لتحسين مركزه في ترتيب الدوري.
في أخبارنا العربية، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان وقفا مؤقتا لإطلاق النار وهدنة لمدة 24 ساعة بهدف فتح مسارات آمنة لعبور المدنيين. أقلت قوات الدعم إن الهدنة جاءت استجابة لوساطات الدول الصديقة والشقيقة واتصال مباشر من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. هذا وتجددت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وذلك في رابع الأيام من الاشتباكات الدائرة. إلى ذلك أعلنت لجنة أطباء السودان عن ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات إلى 144 قتيلا. ولتفاصيل أوسع مشاهدين الكرام حول الأوضاع في السودان، ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم مراسلنا لؤي عبد الرحمن. لؤي، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الظهيرة. ثم لؤي، صف لنا المشهد القائم لديك الآن في الخرطوم خصوصا وفي السودان على وجه العموم. المشهد الآن الدعم السريع قد دخلت حيز التنفيذ بعد أن وردت معلومات بموافقة القوات المسلحة السودانية عليها. الآن توقف صوت الطائرات وتوقف صوت المدافع والرصاص في أنحاء العاصمة. كنا قبل ساعة من الآن نتحدث عن الطائرات وعن تبادل يعني الرصاص والذخيرة في أطراف العاصمة، ولكن الآن لا أصوات مدفعية أو أصوات طائرات. الحياة تتجه نحو التطبيع في هذه الساعات. أنا الآن في الطريق العام في منطقة شرق النيل على مقربة من النيل والكبر الرئيسي الذي يربط مدينة الحاج يوسف وشرق النيل بالخرطوم. المواطنين الآن في الشارع يتجهون نحو المخابز ومحلات الخضار. لا خوف وسط المواطنين الآن، ربما لهم تعودوا خلال هذه الأيام على أصوات الطائرات وأصوات المدافع. وثانيا توقف صوت الذخيرة والتأكيد مسألة الهدنة. نعم لؤي، يعني كيف تتوقع مدى التزام الطرفين بهذه الهدنة وحماستهم لذلك؟ أتوقع أن تكون هذه الهدنة لصالح الفريقين فقط للتشوين والدعم اللوجستي والاستعداد لإعادة الكرة من جديد، وليس تمهيدا لإيقاف الاقتتال والوصول إلى تسوية بشأن هذه الحرب الدائرة الآن. نعم، ماذا عن الوضع الإنساني في مناطق الأحداث لؤي؟ وهل لديك تحديث على حصيلة القتلى والجرحى المعلنة؟ الوضع الإنساني داخل الخرطوم سيء، خاصة في المستشفيات. الكوادر الطبية لم تستطيع الخروج من المستشفيات منذ اليوم الأول، وهنالك نقص كبير في الخدمات، مثلا أكياس الدم، نقل الدم هذه بها نقص كبير منذ قبل بدأ الأحداث، وكذلك العقاقير الطبية والأدوات التي تستخدم في العمليات الجراحية، لأن هنالك جرحى بعدد كبير في يتوزعون على هذه المستشفيات. هنالك مستشفيات خرجت عن الخدمة تماما لعدم توفر المياه والكهرباء ولنفس الكوادر الطبية. لؤي، يعني كيف هو مسار الحياة والناس في ضوء هذه الأحداث، وكيف هي ردة فعل الشارع السوداني تجاه ذلك؟ ما يحمد للطرفين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنها تستهدف المواطنين بشكل مباشر، أو لم يتم أي اعتداء، يعني لم ألاحظ أي اعتداء على مواطن في الطريق إلا أن يكون في معمل النيران عند تبادل الاقتتال بين الطرفين. هذا الأمر جعل المواطنين يبحثون عن المخارج الآمنة ويتجهون إليها دون خوف. هناك أعداد كبيرة من المواطنين غادرت العاصمة. أولا كانوا يغادرون لعيد الفطر، والآن بسبب هذه الأحداث كانت المغادرة متزامنة مع هذا الذي اقترب. لذلك أعداد كبيرة غادرت العاصمة، وأصبحت أحياء كثيرة من العاصمة الخرطوم شبه خالية من المواطنين. نعم، الزميل لؤي عبد الرحمن وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من الخرطوم، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة، ونتمنى بإذن الله تعالى للسودان كل استقرار والتئام بإذن الله تعالى. نشرتنا مشاهدين الكرام انتهت، بقي تذكيركم بأبرز ما جاء فيها. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس المقبل. في
في 27 من شهر رمضان شؤون الحرمين تواصل تقديم خدماتها للزوار والمعتمرين على مدار الساعة. موهوبات المملكة يحصدن جائزتين في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات في سلوفينيا. الشكر والثناء جزيلان لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.